بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحية لكم مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، أبطالنا أبطال الجيش اليمني، أبطال القوات المسلحة، أبطال الجيش الوطني المرابطين في الجبهات المتعددة، في معركة الجمهورية مع الميليشيات، في معركة الشعب مع الحوثيين، مستمرون في أعمالهم العسكرية، ومرابطون في جبهات القتال المتعددة، يضربون أروع البطولات ويسطرون ملاحم الشرف لإنقاذ اليمن من العصابة الإيرانية التي تحاول أن تتمدد على حساب التاريخ والجغرافيا اليمني، وتقدم الشعب اليمني وتاريخه ووطنه لقمة سائغة للمشروع الإيراني. ما زال الأبطال يناضلون ويخوضون المعارك في كل الجبهات من غير توقف، معارك كر وفر، ومعارك صد وتقدم، معارك هجوم ومعارك دفاع، كل أنواع المعارك تقام وتمارس ضد هذه الميليشيات من أجل دحرها واستمرار تحرير المحافظات اليمنية من سطوتها. اليوم مشاهدينا الكرام سنسلط الضوء على واقع المعارك في جبهات القتال ومستجدات الأحداث الميدانية، وسنتطرق إلى كثير من جبهات القتال المشتعلة ابتداء من حرض وميدي وحيران، ووصولا إلى معركة الحديدة والساحل والأحداث هناك، انتقالا إلى حجة وبالتحديد قبائل حجور هناك ومقاومتهم للميليشيات الحوثية، وصولا إلى صعدة والبطولات والانتصارات التي تحققت خلال الأيام الماضية، ووصولا إلى جبهات مثل جبهة صنعاء وجبهة مريس وغيرها حقيقة من الجبهات. نحاول أن نقدم خلاصة وحصاد أسبوع من المعارك الضارية والمستمرة في دحر هذه الميليشيات وتكبيدها بالخسائر. سأتحدث عن كثير من الجبهات، من ضمنها جبهات المنطقة العسكرية الخامسة. سيكون معي وهو معي الآن أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عمر جوهر. أرحب بك سعادة العميد وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك ومشاهدي الكرام. أهلا وسهلا سعادة العميد، لكن ابقى معي واسمح لي أن أذهب والمشاهد الكريم أولا لمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزملاء عن المعارك ومستجدات المعارك في الجبهات المختلفة، نتابع سويا. أنفاق في صعدة ونفق في شبوة، وما يجمع بينهما على بعد المسافة قرب الهدف وواحدية المستفيد. ففي صعدة وعلى وقع تقدمات الجيش الوطني انهارت الأنساق الدفاعية للميليشيا، ليجد الجيش نفسه أمام شبكة من الأنفاق والخنادق الصخرية. ووفقا للموقع الرسمي للجيش، فالأنفاق التي تم اكتشافها تتركز في جبال الأزهور ووادي أمير وتبة الحصن وقرية المخادر بجبهة رازح. الأنفاق التي حفرتها الميليشيا في عمق الصخور توجد بها غرف عمليات وتحصينات قوية، وتتفرع عبر خطوط عدة بعضها يصل إلى مخازن للسلاح وأخرى إلى منازل حولتها الميليشيا إلى ثكنات. السيطرة على مناطق جديدة في صعدة والكشف عن شبكة الأنفاق تزامن معه كشف قيادة محور عتق وبمشاركة القوات الأمنية عن نفق سري يمتد إلى أحد أنابيب النفط، وهو ما كشف عن عصابة تهريب يذهب ما تجنيه إلى جيوب قيادات حوثية. تختلف الأنفاق إذن من حيث الموقع الجغرافي وهدف الاستخدام، لكنها تلتقي في نفق عصابة يبدو أنها ستذهب بالجميع نحو نفق مظلم لا نهاية له إن لم تتم كتابة النهاية سريعا لانقلابها المشؤوم، انقلاب الدم والدمار. التأكيد على وجوب الإسراع بكتابة الفصل الأخير من رواية الانتفاشة
تأكيد يستند لتصريحات لقيادات التحالف والشرعية، تصريحات أكدت أكثر من مرة إمكانية الحسم، وهي التصريحات التي تترك خلفها كل مرة السؤال الباحث عن إجابة: لماذا إذن؟ سؤال يؤكد مراقبون أن الأفضل من التوقف عند إجابته الماضية صناعة إجابته المستقبلية عبر تحريك كل الجبهات. فالحوثي الذي يشعر بالحبل يلتف حول عنقه يحاول استرضاء قبائل أرحب حول صنعاء في الوقت الذي يبحث عن ثغرة ليخلخل صمود حجور حجة قبل أن تشتعل عمران، وفيما يلعب لعبته على طاولة المفاوضات يستمر في ترتيب أوراقه على الجبهات. تحركات ومحاولات يدرك الحوثي أنها قد لا تمنحه النصر الكامل، لكنه يدرك أنها تمنحه الوقت اللازم، الوقت الذي يستغله لإعداد جيل تعشش في رأسه الكراهية ويصبح معه المستقبل أشد سوادا من كل سواد الحاضر. شكرا للزملاء معدي هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفي أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عمر جوهر. أكرر ترحيبي بك سعادة العميد، ولو بدأنا بالمنطقة العسكرية الخامسة وطبيعة المعارك التي تدور فيها خلال الأسبوع المنصرم هذا، ويعني آخر مستجداتها سعادة العميد. بسم الله، الحمد لله، أهلا بك وبمشاهدي الكرام، أهلا وسهلا. والحقيقة أن المنطقة العسكرية الخامسة منذ وجودها في ميدي ويتتحرك على الأرض بثبات الأبطال وبشجاعة الرجال وبدماء الشهداء وبالجراح، نعم الحمد لله. الحقيقة أننا في معارك مستمرة منذ البداية كما قلت، وخلال الأسبوع الفائت استطاعت قواتنا في المنطقة العسكرية الخامسة أن تهاجم على عدة محاور، وكذلك أيضا تصد هجمات يائسة وبائسة للحوثي، سواء ما بعد تبت كريس أو جهة حرب أو جهة بني حسن. الحمد لله وجبهتنا الحمد لله ممتدة وعريضة، والمنطقة العسكرية الخامسة تؤمن بأن القول الفصل يجب أن يكون للمدفع وللقوات المسلحة، بعد أن أدركنا وعرفنا المراوغات الثعلبية التي يقوم بها الحوثي في المفاوضات. فنحن نعرف وندرك، وسائر شعبنا اليمني يعرف أن الحوثي لا عهد له ولا ذمة. العميد الركن عمر جوهر، المعارك إلى أين وصلت في حيزها الجغرافي الذي يستعاد يوما بعد يوم مع ميليشيات الحوثي، وإلى أي مدى، لماذا يعني أبناء حجور خصوصا ينتظرون تقدم الجبهة من جهة حرض ومن جهة حيران؟ نحن نشعر بأن القبائل رديف قوي للجيش الوطني، ولذلك لدينا إن شاء الله خطط على الأرض، بحيث أننا نلتحم مع قبائل حجور. وأنا بودي أن أقول أن على التحالف وعلى الشرعية أن تنظر إلى قبيلة حجور بأنها أيضا موجودة على الأرض ومدافعة، ولم يستطع الحوثي أن يكسر إرادتها، ولذلك نقول لهم اطمئنوا
فنحن في المنطقة العسكرية الخامسة معكم قلبا وقالبا، بل معكم في الميدان، وبإذن الله عز وجل تسمعون ما يسركم. نعم سعادة العميد الركن عمر جوهر أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا وعلى إيضاحتك هذه ومخاطبة أيضا الشعب من خلال هذه القناة لإيصال مستجدات الأحداث وبطولات الأبطال في المنطقة العسكرية الخامسة. شكرا سعادة العميد. معي الرائد محمد حسن علب، وهو الرائد محمد حسن حلب أحد أبطال محور حرب، معي الآن عبر الهاتف. سعادة الرائد أو الرائد محمد حسن، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك الكريم، مرحبا بك. معارك حرب مستمرة، الحوثيون مطوقون داخل مدينة حرب، يعني ما المتبقي لإنهاء معركة حرب، خصوصا أن المعارك خلال اليومين الماضيين يعني كانت شرسة؟ بداية مساء الخير عليك وعلى الأخوة المشاهدين. أولا أترحم على روح الشهيد القائد العميد أحمد أبو هادي رحمة الله عليه، القيادة السياسية من مساكن خامس الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي، ونائبي الفريق الركن علي محسن صالح، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، وكافة أبناء الشعب اليمني في هذا الشهيد. كما نؤذي والده العميد يحيى محمد أبو هادي عضو مجلس النواب، الذي يقدم الشهيد تلو الشهيد، وهذا يعتبر الشهيد الثالث. أما بالنسبة للسؤال الأخ العزيز حول المعارك وعن وضع الحوثيين داخل مدينة حرب، أصبح الحوثيين محاصرين تماما وهم في خناق من كافة الاتجاهات، غربا تحدهم المنطقة الخامسة، والجبهة الآن إن شاء الله ملتحمة مع المحور حرب من جهة جبل المحطام ووادي الشئاب الذي يعني أصبحت سيطرة تامة عليه، ومعنويات المنهارة تماما، وأبطالنا يصدون أروع الملاحم والبطولات والتضحية. نعم، إذن على ماذا يعتمد الحوثيون وهم محاصرون داخل مدينة حرب؟ هل ما زالت لديهم ممر يستطيعون من خلاله أن يوصلوا لأنفسهم الإمدادات سواء من الغذاء والسلاح ليصمدوا، أم لديهم اعتمادات أخرى؟ بالنسبة للاعتمادات التي يعتمدون على التخزين السابق الذي قبل أن يتم إثبات الحصار عليهم داخل مدينة حرب، من حيث السلاح والبخاخ والذي يمتلكوها مكدسة داخل مدينة حرب. الشيء الوحيد الذي يمدون به مقاتليهم عبر داخل مدينة حرب عبر مجاميع تتسلل ليلا ويتم رصدها ويتم التعامل معها، تلك المجاميع البسيطة التي يقومون بإدخال بعض الأشياء الأساسية الضرورية التي يحتاجونها مقاتليهم، وفي الأغلب أساسا يعني ما يوجد كثير في جبهة حرب يعني داخل مدينة حرب، تم خروجهم من قبل في الأسابيع الماضية أثناء ما حسوا أنهم محاصرين تماما، بدأوا يسحبون بعض مجاميعهم، وإنما توجد مجاميع بسيطة فقط. أغلب القيادات التي هم يسموهم مشركين أو زيتية قد تم إخراجهم، ولا يوجد إلا من مغرر بهم الأشخاص الذين يعني لا يضربون أي حساب، الذين يضحون بهم في المعارك مثلهم مثل غيرهم. طب الآن يعني محور حرب يعني ما زالت المعركة يعني مركزة لاستكمال تحرير المحور ومدينة حرب بالتحديد وإنهائها مع الميليشيات، أما أن هناك ربما تحرك للالتحام مع القبائل الذين يواجهون الميليشيات الحوثية في حجور؟ نعم، بالنسبة لكيادة المحور ممثلة بالأخ اللواء محمد الحجوري والأخ اللواء الركن يحيى الصلاح، لديهم خطة استراتيجية طبعا لتحرير مدينة حرب، تمام، ومن ناحية أخرى تمتد الآن الجبهة إلى اتجاه مديرية مستبع وأبو دوار حيث مقام الحوثيين هناك، ثم ستلتحم إن شاء الله بقبائل حجور. الآن المعركة تسير على مسارين، المسار الأول هو يعني استكمال وتحرير مدينة حرب من ناحية، والناحية الأخرى
التقدم باتجاه مدينة مستبى وأبو دوار وتحرير والالتحام بقبائل حجور التي الآن تشهد مآرب ضارية. وإن شاء الله في خلال الأيام القليلة القادمة تسمعون ما يسركم. وأما بالنسبة للوضع الآن وضع قبائل حجور كما تعلمون أن مديرية قشر بالذات التي أصية على الحوثيين منذ 2012 و2013 وهي ما زالت في مآرب تلو المآرب والقبيلة الوحيدة التي صمدت ضد الحوثيين ولم يدخلوها ولم وكانت هي الشوكة الوحيدة في نحورهم الآن في ما يزال الآن عن طريق البوارة الشرقية يريد أن يقضى على هذه القبيلة. والآن القبيلة الحجر الآن تقدم أروع الملاحم والبطولات والتصدي لتلك الشرذمة. بالجانب الآخر قوات التحالف مثل بمثابة أودية تقدم بأمل لوجستية كبير جدا من حيث ضربات الجوية الموفقة للمجاميع الحوثية المتسللة أو مثلا القادمة من محافظة عمران شرقا المحادية لمديرية قشر ومن محافظة عدن المجاميع الكبيرة يتم استهدافها من قبل الطيران. وبالنسبة للوضع داخل قشر نفسها داخل المديرية أو في الأبيات بالتحديد يعني الوضع إن شاء الله طيب ولله الحمد لا يوجد لدينا هناك أي خسائر كبيرة في الأرواح حيث أن أبناء المنطقة هم يدافعون عن منطقتهم ومتمرسون جدا ومتعودون على القتال ولديهم خبرة كبيرة جدا وفي نفس الوقت علمهم بطبيعة الأرض كونهم من أبناء المنطقة يساعدهم في القتال في القتال. طيب نحن بانتظار أن يكون أيضا معنا قائد مقاومة حجور الشيخ أحمد الزعكري وحسب ترتيبنا معهم سبقا سيكون معنا لنستطلع منهم مستجدات الأحداث في منطقة حجور أو مديرية كشر وقبائل حجور بشكل عام. إذن يعني إلى أي مدى هناك تعاون ما بين القوات الموجودة في حجة على منطقة الساحل في ميدي وفي حرض وفي حيران والمتقدمة نحو مستبى ومن بين هذه القبائل التي هي محاصرة في الحقيقة من الحوثيين وتحتاج إلى إسناد؟ نعم أخي عزيز التنسيق جاري ومستمر على قدم الوثائق. الآن الأخوة في المنطقة الخامسة يتقدمون الشمال شرق مديرية مستبى ويوجد مقاتلين في المنطقة الخامسة من جميع مختلف محافظات حجة أو عموم الجمهورية بشكل عام والتنسيق مستمر. وطبعا يعتبر مديرية كشر الآن زي ما مفروض لكنها هي تعتبر المديرية الأصلية الوحيدة على الحوثية التي لم يقوها من قبل. وإن شاء الله أثناء ما تمتحن جبهة محور حرب وجبهة منطقة خمسة مع قبائل حجور في آهم وفي مستبى تتحرك سيتم تحرير 6 مديريات يعني في لحظة واحدة حيث هو الآن وفرص الوقت يعتبر مديرية كشر يعتبر مديرية محررة حيث أن الحوثيين لم يدخلوها وإن شاء الله الأمور إلى خير بإذن الله. الرائد محمد حسن حلب أحد قيادة محور حرض كنت معنا شكرا جزيلا لك. وكنا قد رتبنا أيضا مع قائد مقاومة حجور الشيخ أحمد الزاكري إلا أن ربما لم نتمكن الآن من التواصل معه لعله يكون معنا في إطار هذه الحلقة إن استطعنا التواصل معه لاستطلاع الأحوال هناك. معي الآن الإعلامي في اللواء الثالث عاصفة الملاحيظ النقيب هيثم الصمدي. نقيب هيثم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. مرحبا نقيب هيثم. الحرض وعفوا الملاحيط وصعدة بشكل عام تدور فيها معارك شرسة ويتقدم الجيش فيها باستمرار، أطلعنا على طبيعة الواقع الجبهة وعلى مستجداتها. الجيش الوطني مثلا باللواء الثالث عاصفة يواصل نضاله ضد الميليشيات الانقلابية. وصل الجيش الوطني في اللواء الثالث عاصفة بقيادة العميد محمد العجابي عيون اليمن الساهرة مهامهم في عزيمة وإصرار بتلقين الحوثيين الكهنوتيين عملاء إيران دروس لن ينسوها في مواقع الشرف والبطولة وذلك بالزحف نحو أوكارهم وتحصيناتهم في جبهة الملاحيظ حيث تم السيطرة على جبال كامح اليمني والسلسلة المجاورة لا والسبب الحمر وقرى المدافن والخط الرابط بين حرض الملاحيظ وتبت العشة اليمنية وصولا إلى جبهة المزرق وصولا إلى مران الذي كانت تسمى جبهة قطع رأس الأفعى. وكانت خسائر ميليشيات الحوثي كانت تمثل في العديد
من القتلى والجرحى الذين قضوا نحبهم في تلك المعارك. وتم ايضا اعطاب الطقم واغتنام العديد من الاسلحه والذخائر التي خلفها الحوثيين عند فرارهم، تاركين وراءهم جرحاهم وقتلاهم. والحمد لله الجيش الوطني في كامل الجاهزيه القتاليه ومستمرين لخوض المعارك ضد ميليشيات الحوثي الكانوتيه وتحرير الوطن من براثن الحوثيين الانقلابيين. نعم، وسيكون ايضا معنا المقدم منصور الزيلع الاعلامي بمحور ازال لنستكمل معه الصوره عن صعده. صعده عده جبهات وعده محاور وتتحرك، اقصد عده محاور مفتوحه مع الميليشيات الحوثيه وتتقدم من اكثر من جهه. وتابعنا مقدم يعني هيثم النقيب هيثم الصمدي، تابعنا ونشاهد ايضا على الشاشه تلك الانفاق التي يعني استطاع الجيش الوطني أن يدحر الميليشيات من تلك الجبال والتباب ويسيطر على تلك الأنفاق التي تعتمدها الميليشيات الحوثية في التخندق والاحتماء، سواء من ضربات الطائرات أو يعني صواريخ الجيش الوطني أو كذلك استخدامها لعملية تخزين الأسلحة. ما تعليقك على مثل هذا الأسلوب من للحوثيين؟ إلى أي مدى يعني يتواجد بكثرة من هذه النماذج في صعدة بالذات؟ والله كانت ميليشيا الحوثي منهارة في كل جبهة ومتفاقرة، وكانت في حالة تقاطر مستمر، وتم التقدم في جميع الجبهات مثل باقم وجبهة كتاف البقع وجبهة رازح وجميع جبهات صعدة. يعني تستخدم هذه الأنفاق وهذه الشبكات التي هي البعض منها في الجبال وبعض منها تحت الأرض، يعني وجدتم أيضا في إطار تحرير المناطق أنفاق أخرى؟ نعم وجدنا أنفاق، ولكن كانوا ميليشيات الحوثي يعني منهارة، وكانوا يتخندقون في جميع في تحت الأحجار والأشجار، ولكن كانوا فارين هاربين لا يجدون أي موقع لهم. نعم، النقيب هيثم الصمدي الإعلامي أو إعلامي اللواء الثالث عاصفة الملاحيط كنت معنا، شكرا لك نقيب هيثم، أشكرك جزيل الشكر. وتابعنا شاهدنا تلك الأنفاق التي حررت وطرد منها الميليشيات الحوثية وتم إعادتها إلى أحضان الشرعية ودحر الحوثيين منها. مشاهدين الكرام، سنستوفي الحديث عن صعدة ومحور آزال بشكل عام أو جبهاتها المتعددة أيضا بشكل عام، وسنستكمل أيضا بقية الجبهات بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. مرحبا بكم، عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام لنكمل حلقتنا وحوارنا وتسليطنا الضوء على أوضاع الجبهات ومواقع القتال ومستجدات الأحداث الميدانية مع ضيوفنا سواء قادة عسكريين أو إعلاميين من مختلف الجبهات. واستكمالا للحديث عن صعدة ومحاورها المختلفة معي المقدم منصور الزيلعي إعلامي بمحور آزال صعدة. مقدم منصور أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك اخي مختار، وارحب بكل المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا مقدم منصور، نحن سعيدين بك، من خلالك نستطلع مستجدات الاحداث والوقائع في محور ازال بصعده. اخي العزيز، ابدا من مصرع 20 حوثي في كمين محكم للجيش الوطني بازال، حيث عمل ابطال اللواء باستدراك مجموعه كبيره من الحوثيين وتطبيق كماشة مما أدى إلى سقوط 20 قتيل وعشرات الجرحى من قبل الميليشيات. أخي العزيز، الميليشيات طبعا منهارة وتقاتل بأبناء القبائل وأطفالهم، حيث يعمل الحوثيين لدفع الأطفال إلى من خرج تحسبون عواقبها. ينطبق عليها في المثل القائل الحجر من القاع والتنمر في القبيلي، لا يهمون. هذا من جانب محور أزال. الجيش الوطني طبعا وصل الى مركز مدير الداكن وسيطر عليه من الجهه الشرقيه، وسيطره تامه على عده قرى محجر داكن وقريه المغرم والحماقين
والمزهر وعدة قرى أخرى. نعم. دوام استمر حتى يعني حتى إلى رابعة قطاقم باتجاه قطاقم باتجاه مديرية قطاقم. نعم. إذن الآن يعني معركة الجيش الوطني مع الميليشيات في مديرية باقم بالتحديد التي أشرت إليها، إلى أي مدى يعني هناك تحرير مساحة من هذه المديرية ومركز المديرية؟ هل أصبح يعني إلى أي مدى تصل إليه النيران، نيران الجيش الوطني، أو تسيطر عليه؟ ضعنا في الصورة أخي العزيز، الجيش الوطني في محور عدال طبعا مسيطر على مركز المديرية من الجهة الشرقية والجهة الشمالية، لم يتبقى الحوثيين إلا الجهة الغربية والجهة الجنوبية. الحوثيين عمل طبعا على تأخير تقدم الجيش بزرع عبوات ناسفة وزرع منطقة باقن بالألغام كاملا. هم يرتكبون جريمة بحق البشرية وبحق الإنسانية مستقبلا. يا أخي تصور من مسافة 300 متر مربع تم استخراج أكثر من 100 عبوة ناسفة، 300 متر مربع أكثر من 100 يعني عبوة ناسفة. العبوة الناسفة ممكن تعمل على نسف حي كامل. نعم. هذا الأسلوب الدفاعي الذي تعتمده الميليشيات الحوثية في تأخير المعركة، وكيف يتعامل الجيش الوطني مع مثل هذه المعيقات ويتغلب عليها؟ الجيش الوطني طبعا لديه خبرات ولديه مهندسين وفريق هندسي يعمل على نزع تلك الالغام. استطاع بفضل الله خلال الفتره الماضيه انتزاع اكثر من 2000 لغم من المساحات التي سيطر عليها، وهو مستمر. ولكن هو الان يريد ان يعني حتى لا تضرر املاك امتلاكات الناس، ويعمل على عمليه الاكتفاء بحيث يصل الجيش الوطني الى مشارف قطابر. اخي العزيز، هناك يعني بالمناطق المحررة عمل الجيش الوطني على تأمين الممتلكات، حيث تعاقد محور عدال العميد ياسر الحارثي لتأمين بيوت الناس وحفظ ممتلكاتهم بعد ما عمل الحوثيين على هذه البيوت مخازن للأسلحة ودروع بشرية. و المقدم منصور الزيلعي، المعذرة فقدنا الصوت في اللحظات الأخيرة. الإعلامي بمحور آزال مقدم منصور الزيلعي كنت معنا من صعدة، شكرا جزيلا لك أستاذ أو المقدم منصور، شكرا جزيلا. سنستكمل تسليط الضوء على بقية الجبهات لدينا اليوم، أيضا نريد أن نسلط الضوء على جبهة الساحل الغربي ومستجدات الأحداث هناك، وسيكون معنا أيضا من ألوية العمالقة حسب تنسيقنا المسبق وضاح الدويس وهو الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة، كما سيكون معنا من جبهة نهم العقيد عبد الله الشندقي الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة، وسيحلل وضع الجبهات بشكل عام العميد الركن محمد جسار مستشار رئيس هيئة الأركان الخبير العسكري، بانتظار أن يكون أحدهم معنا في هذه الحلقة لنسلط الضوء ونأخذ منهم سواء معلومات عن طبيعة القتال والمعارك في تلك الجبهات، أو بالنسبة للنظرة العامة لسير المعارك. قد يرى البعض بأن وضع الجبهات في مع مطلع العام 2019 أخف مما كانت عليه في بقية الأعوام، هي في الحقيقة تختلف من جبهة إلى جبهة، هناك مساحة متروكة في بعض الجبهات لإنفاذ المشاورات وإنجاحها والخروج مع هذه الميليشيات إلى طريق فصل كما يقال، إما أن تنفذ وإما أن تستأنف هذه المعارك، بينما بعض الجبهات هي أيضا بقية بعض الجبهات هي في الحقيقة مشتعلة ويعني المعارك فيها لم تتوقف وهي أغلبها في الحقيقة. إذن معي العميد وضاح الدبيس وهو العقيد وضاح الدبيس الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة والقوات المساندة له. سعادة العقيد وضاح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخي، مرحبا. مرحبا بك. ألوية العمالقة والقتال الدائر سواء خلال الفترة الماضية أو حتى الآن مع دخول الهدنة حيز التنفيذ ومع محاولة الحوثيين المستمرة في الاختراق هنا
أو هناك، سواء من خلال إطلاق النار أو محاولة التقدم، وعلى في صورة الجبهة، جبهة الساحل بشكل عام والأحداث فيها. حياك الله خير، أشكركم على استضافتنا في هذا الزمان. أهلا وسهلا أخي. دعنا أقول لك أن ميليشة الحوثية يعني كما معروف عليها وتاريخها القديم والجديد والحديث في ممارستها وخرقها لأي اتفاقات وشروط. ميليشة الحوثية أخي عبثت بالأوضة الشادة، فنحن فهي لا تؤمن بالتعايش المتأمن بالقتل والدمار إلى غير هذا. ميليشة الحوثي من بدء إعلان قبل أكثر من شهرين تقريبا، وهي تمارس اختلافات لو قلنا يعني هستيني بشكل عشوائي، ويمكن يقتل الأطفال يستشهدون ويمكنون الثلاثة إلى أربعة ويضرب مواقع الولايات العماق المشاركة أو المساندة لها في كل مواقعها القتالية، وتعمل على كثير من التشكيلات وكثير من الاختراقات. وتم قيام وقام في دولة بإبداع الأمم المتحدة والبعثها الدولي بهذه الاختراقات، إلا أنه للأسف الشديد المراوغة تكون معتدلة في انبطاح وخضوع الأمم المتحدة للميليشيا الحوثي، ولا نعرف ما هو الغرض من ذلك الشكوك هذا الخضوع. نعم. طيب عقيد وضاح فيما يتعلق بنقاط التماس المتعددة على جبهة الساحل، سواء على مداخل مدينة الحديدة أو في منطقة حيس أو حتى في الجهات أو في المناطق اللي هي جغرافيا تتبع محافظة تعز، ماذا عن هذه النقاط كلها؟ والله في بالنسبه لحيس والمحافظات التي تتبع المكدحه والبرح المحافظه تعز، فهذه الهجمات يعني ميليشيا الحوثي تقوم يوميا بمحاوله محاوله السيطره على المواقع التي شرفت من مولدها، يوميا صباحا ومساء تقوم بالتسلل على عده مواقع في البرح وفي الكدحه وفي اطراف مقدمه وفي اطراف حيس، إلا أنه كل هذه المحاولات تذهب بالفشل، ورغم حصرها للخنازير والأنفاق الكبيرة والطويلة وخذ فيها الأسلحة وتعزيزات المستمرة لهذه المواقع، المحاولة منها إلى استغلال الهدنة الهشة، فهي تحاول خداع قواتنا لهذه الأماكن، إلا أن قواتنا لها في المصاب الحمد لله. بالأمس تم صد صاحب حوثي كبير جدا في منطقة في حيس وفي الجبلية وفي البرح، ربما جدا قامت به ميليشيا الحوثي المساء، والحمد لله تم أسر كثير من الحوثيين وتم قتل عدد كبير منهم، والحمد لله كانوا رجال النقابة وكلام مشاركة هناك. عقيد وضاح، يعني هل يعني الهدنة والمشاورات التي أنتجت اتفاق الحديدة مثلا هي من جعلت الحوثيين يتحولون من مرحلة الدفاع إلى محاولة الهجوم التي أشرت إليها؟ نعم أخي، ميليشيا الحوثي تستمد قوتها ووجودها هو بالانفتاح والخضوع على الأمم المتحدة. لولا هذا الخضوع والانفتاح للامم المتحده لاحتاجت الامم المتحده ان تذهب وتنتهك وتختلف وتغلي وتتسلل امام مرعى ومسمع جميع، الا ان ذلك يدل على المشروع الدولي قبل ان يكون مشروع اقليمي او مشروع داخلي، فهناك مشروع الا وطني تقوم به الامم المتحده ودول معلومه بالذات وتقوم بها بدعم من ايران. فسكوت الامم المتحده على النطاح وعلى الاختراقات التي تقوم بها الميليشيا الحوثي اتردت فقطها من ذلك النطاح بمحاوله منها الى السيطره على عده مواقع كما اخبرنا الناس، سيطره على عده مناطق استراتيجيه مهمه جدا، ونحن قد نقول ذلك صوت المقصوده الى الامم المتحده والمشروعيه الخطوره التي يتقابل عنها او يتعمد بها بالاصح المبعوث المتحدي ورئيس المراقبين الدوليين. ونحن اخي نريد ان نقول اليك الامم المتحده امامها خيارين،
اما الرجوع للسلام او اما الرجوع للحرب ليس لها اي قرارات ممتازه. الامم المتحده يجب اولا ان تحدد المعقد ويجب اولا ان تحدد مده زمنيه محدده لانها اتفاق السويس ما لم سنضطر ونقول لها سنضطر لاتخاذ اجراءات مراحه مناسبه واجراءات شديده وصارمه اتجاه التقدم للهند بشكل رهيب. نعم العقيد وضاح دبيش الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة والقوات المساندة لها، شكرا جزيلا لك لكل هذه الإيضاحات ولدخولك معنا عقيد وضاح، شكرا جزيلا. إذا هذه كانت جبهة الحديدة وهي جبهة الساحل بشكل عام واحدة من الجبهات التي ربما الهدنة جعلت المعارك تخفت قليلا، لكن على امتدادها المعارك مستمرة ولم تتوقف في حقيقة الأمر. معي الآن من جبهة مريس وبالتحديد من أقصد محافظة ضالع بشكل عام الملازم أول نعيم المريسي عضو المركز الإعلامي للجيش الوطني لجبهة مريس. ملازم نعيم أهلا وسهلا. حياكم الله مرحبا بك. تابعنا خلال الفترة الماضية وخصوصا مع نهاية العام 2018 اشتداد المعارك في مريس وفي الضالع ووصولا إلى منطقة دم، طبيعة أوضاع الجبهة الآن والمعارك الدائرة فيها؟ طبيعة أوضاع الجبهة الآن جبهة مريس أمس هي مستعيلة ولا يكاد يمر الريحان الا والمليشيات تتسبب فيها خسائر فادحه. هناك معارك شبه يوميه وضعفتني. اولا هناك قام الجيش الوطني في 5 نوفمبر 2018 وضع يوم الاثنين انطلاق معركه التحرير والتي شاركت بها و83 مرتعية وكذلك اللواء الرابع الشر قاضوا معركة شرسة واستطاعوا ان يحرروا سلسلة جبلية تمتد لأكثر من 16 كيلو جبل ناصر استراتيجي وحيث تم وصولا إلى محيط الدم ولا زالت المعركة مستمرة هناك في محيط مدينة الشمس. الكثير فكرة أن هذه جبهة استراتيجية استطاعت أن تمثل للعدو وأن تعطي أكثر قياداته في هذه الجبهة. العدو حشد في هذه الجبهة حشد حش كبير من كل الجبهات نتيجة الهدنة التي حصل عليها في الحديدة ولا يعني الهدنة، ولكن استطاع العدو أن يحشد من خلال هذه الهجمة إلى هذه الجبهة وحاول أن يهجم على الجيش الوطني في حيث كنا وفي الحقب وفي الحريرة وفي عدة يعني مواقع، لكنه كسب خسائر فادحة واستطاع الجيش الوطني أن يصل إلى محيط مدينة دم. والآن الجيش الوطني الآن هو في محيط المدينة ومنتظر فقط إلى القرار السياسي الذي يقول له إلى دخول مدينة نعم. الملازم أول نعيم المريسي عضو المركز الإعلامي للجيش الوطني لجبهة مريس كنت معنا، شكرا جزيلا لك نعيم، شكرا وعلى كل هذه الإيضاحات لهذه الجبهة. إذن مشاهدينا بعد هذه الإطلالات من العديد من الجبهات المختلفة وواقعها التي استعرضناها من خلال ضيوفنا سواء القادة العسكريين أو الإعلاميين المرافقين لهذه الجبهة، نستطلع ونقرأ طبيعة الجبهة وطبيعة المعركة حتى الآن مع العميد الركن محمد جسار مستشار رئيس هيئة الأركان والخبير العسكري. عميد الركن محمد أهلا وسهلا. مرحبا سعادة العميد. الجبهات مستمرة، المعارك مختلفة متنوعة تتفاوت صحيح من مكان إلى آخر، لكن بالمجمل لم تتوقف. أنت كيف تقرأ واقع الجبهات من خلال المحافظات التي تشتعل فيها المعارك؟ طبعا
نعم سعادة العميد. سعادة العميد هل تسمع؟ هل تسمعني؟ هل سمعت سؤالي؟ ربما هناك فعلا يعني ضعف في التغطية ورداء أيضا. لعلنا نعاود الاتصال بالعميد الركن محمد جسار وهو مستشار رئيس هيئة الأركان الخبير العسكري لنستطلع من خلاله حقيقة طبيعة الأوضاع أو القراءة العامة للمشهد العسكري. طبعا هناك تداخل في حقيقة الأمر ما بين الوضع السياسي والوضع العسكري، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن أحدهما يتأثر بالآخر سلبا أو إيجابا، لكن الجيش مرابط، قوات الجيش الشرعية تستكمل استعداداتها، ترتيباتها، تدريبها، تأهيلها، تسليحها، ومعركة اليمنيين مع هذه الميليشيات لن تتوقف. إذن عاد إلي العميد الركن محمد جسار. سعادة العميد هل استمعت إلى سؤالي قبل انقطاع الخط؟ لا لا يعني يكون واضح. نريد منك قراءة لطبيعة المعارك وسيرها خلال على الأقل عام 2019 مطلع هذا العام. يعني الموسع العام يعني عن سير المعارك في مسعى الأعمال القتالية في مختلف المناطق العسكرية، سواء على مستوى المنطقة الخامسة والمنطقة السابعة والمنطقة الرابعة أو أيضا المنطقة السادسة، وكل هذا هي مناطق ساخنة، يعني المعارك يعني دائرة ومستمرة. الجديد في المعارك الدائرة يعني التي تقوم بها قوات الشرعية في 2019 ويعني وبالشهر الأخير من 2018 كان في تطورات إيجابية جدا. مثلا كان في تقدمات في المنطقة الخامسة في أكثر من منطقة بالسياسة عدل، وكان أيضا هناك قبل يومين أو أثناء من النصر وهو إعادة السيطرة على مدينة الحديدة مع مينائها، كان تطور عسكري ممتاز، وكان أيضا النصر تحقق يعني 100% فعلا. وأيضا المعركة الدائرة في المنطقة السابعة في البيضاء كان في ملحقة أيضا تقدم، وأيضا جبهة رئيس يعني حرب الطبالة كان حتى هناك تقدم، وتوجهت المعركة في نطاق محدد. ولذلك على المستوى العام النسبي نعتبر ان الدور العسكري العمليات يتعدوي على المستوى الاستراتيجي ايضا دور ايجابي، ولولا يعني وجود بعض التدخلات ولا سيما يعني بالمنطقه في المنطقه الخامسه وربما الرابعه عفوا، لكان هناك انتصارات استراتيجيه يعني رائعه ومهمه ومقدمه في اتجاه الانتصار الاستراتيجي العام وهو باستعاده العاصمه صنعاء من اتجاه الشرقي يعني منه. ولذلك انا يعني شخصيا يعني بعيدا عن الجمل بعيدا عن العواطف بعيدا عن كل شيء، العمل يعني كان ايجابي وانا اتمنى ان يستمر. وهناك اريد ان اقول ان المعركه في تحل هذا التي بحاجه الى العون والى المدد من التحالف العربي من الدرجه الاولى التي متروكه الاعلى يعانوا بانفسهم وبذاتهم سواء على المستوى البشري وعلى المستوى الاعداد والامكانيات القتاليه بمختلف
حال احتياجات المعركة. هذه تعرف التي بالانتصار فيها هي المقدمة الأولى والأساسية للانتصار العام، استعادة صنعاء، استعادة الدولة الشرعية والنظام الشرعي وفق المقررات ووفق المخرجات الإقليمية والدولية بما فيها يعني الآلية ذات الخليج وآليتها والقرار 2016. وهذا ما نتمنى بالذات، وما نتمنى بالذات أن لا يمكن أن يكون هناك انتصار ما لم تنتصر سعد، ما ننتصر من أجل سعد. وعلى مر التاريخ، وعلى مر التاريخ حينما تسقط صنعاء تاريخيا لم تتحرر من محيطها، بل تتحرر من إب، تتحرر من سعد، تتحرر من البيضاء، تتحرر من هذا المناطق. لم تتحرر يوم من الأيام صنعاء من محيطها مطلقا. أنا لم أقول هذا الكلام تعصبا، لم أقول الكلام هذا بجاحا. ولذلك المعركة نسبيا ما زالت دور إيجابي، والنصر كان حليفا شرعيا، كان تضامنا من طرف المحل الاستراتيجي والمنظمة والمعدة في صعدة وفي الحديدة. صعدة التي كانت تؤمن، التي كانت تؤمن من خوف، والحديدة التي كانت تطعمهم من جوع. فكان هذا فر رئيسيا، فر الحج بالخط بالعدو بالحوثيين، يعني فر حزين. ولكن نتمنى ان تستمر الامور، ونتمنى ان تتم تدخلاتها بالدوليه والدوليه بالذات ان تكون بمصلحه اليمن وكل اليمن، والا تكون يعني من اجل اطاله المعركه والازمه في اليمن ومعاناه الشعب اليمني. العميد الركن محمد جسار، مستشار رئيس هيئة الأركان، الخبير العسكري، كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لمشاركتك لنا، وشكرا لكل ضيوفي الذين كانوا معي في حلقة هذا اليوم، الذين من خلالهم تكرموا بإعطائنا ووضعنا أمام صورة المشهد في الجبهات المتعددة والمختلفة المشتعلة ضمن إطار حرب الجيش الوطني والشرعية ضد الميليشيات الحوثية. تحية لكم مشاهدينا، طابت أوقاتكم، استودعكم الله، وإلى اللقاء.